مصر الأولى عالمياً في معدلات حالات الطلاق، والتي تصل إلى حالة طلاق كل 4 دقائق، وأن مجمل حالات الطلاق لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات، وتستمر أخرى إلى نحو 3 سنوات لا أكثر، فيما وصلت حالة الخلع عبر المحاكم أو الطلاق أكثر من 250,000 حالة انفصال. أرقام وحقائق صادمة يعاني منها المجتمع المصري، لكنها ليست النهاية وإنما هي البداية الحقيقية لمعاناة المرأة المطلقة مع المجتمع، حيث لا تصطدم بمشكلاتها مع زوجها السابق فقط، وإنما مع المجتمع ككل، والذي ما زال ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة سيئة، والتي تصل في بعض الحالات إلى المتدنية. ورغم أن التعاليم الدينية شرعت الطلاق، إلا أن المرأة المطلقة تجد نفسها تواجه الكثير من المشكلات تتمثل في تغيير نظرة الآخرين لها كامرأة فاشلة، مقيدة في حركتها، محسوبة في خطواتها، وهي لا تستطيع أن تمحو كلمة مطلقة التي ارتبطت بها، والتي تعد بمثابة إعدام لها واغتيال لسمعتها، فتمضي معظم أيامها في لملمة جراحها ومحاولة تجاوز آلامها. في الوقت نفسه ظهرت بعض الحركات والمؤسسات النسوية التي تعمل على إعادة تأهيل المرأة المطلقة من الأضرار النفسية التي تلحق بها نتيجة نظرة المجتمع. وهنا السؤال، متى يعيد المجتمع النظرة اتجاه المطلقات؟